السلام عليكم. اليوم حبينا نقف على المشروع نتاع مركن السيارات اللي فيه 5 طوابق زائد طابق أرضي واللي يقع في وسط مدينة سكيكدا، وأنه هذا المركن نتاع السيارات اللي يعني صرفت عليه أموال كثيرة، وهو يعني عنده فائدة كبيرة، خاصة وأنه هذا المركن يقع في وسط مدينة سكيكدا، ونعرف أنه مدينة تعرف اكتظاظ كبير في حركة المرور، كذلك في إمكانيات نتاع ركن السيارات في وسط المدينة. وكذلك لماذا هذا الإنجاز الحضاري يعني في الحقيقة، يعني في كل دول العالم فيها مراكز السيارات، لماذا هذا المركن حابس لعدة سنوات؟ هو حابس وكان عرضة للإهمال والتخريب، وكذلك كان ملجأ لأشياء أخرى. إن شاء الله يتم استعمال هذا المرفا بأي طريقة، ويكون بالحقيقة مصدر لمداخل بالنسبة للبلدية تاع سكيكدا، يكون فيه مداخل وكذلك يكون فيه فائدة كبيرة لأصحاب السيارات. خليكم تابعوا الفيديو وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.